يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء القوم اعتدوا أمر الله تبارك وتعالى في يوم السبت، ويوم السبت هو معروف وسمي سبتا لسبوتهم فيه إلى الراحة، أي إخلادهم فيه إلى الراحة، وقيل من سبت اليهودي إذا عظم يوم السبت. وهذه التسميات المعروفة، التسميات المعروفة إنما هي تسميات الأيام من يوم السبت إلى يوم الجمعة، أو من يوم الجمعة إلى يوم الخميس. هذه التسميات عند العرب حدثت بعد عصر المسيح عليه السلام، فلا يبعد أن يكون مراعا فيها هذا التعظيم ليوم السبت الذي كان عند اليهود.